ديربي صعب واجه فيه فريق جمعية وهران الجار سري غيليزان المنهزم منذ الدقيقة الأولى من اللقاء بهدف لم نتمكن من التقاطه كون اللقاء انطلق على الساعة الثالثة بدلا من الرابعة مثل ما كان مبرمجا. رد فعل سري غيليزان كان عن طريق محاولات لكنها افتقدت إلى اللمسة الأخيرة والفعالية كتلك التي ضيعها اللاعب زيدان وجها لوجه مع حارس مرمى جمعية وهران علوي. وانتهاء الشوط الأول بتقدم المحليين بهدف دون رد أمام سري غيليزان. وبعد انطلاق الشوط الثاني بست دقائق وإثر كرة ثابتة لاعب جمعية وهران حداد يسجل الهدف الثاني. رفاق اللاعب نمديل ورغم تدعيمهم للهجوم بلاعبين بدلاء وحضور معتبر للأنصار إلا أنهم بقوا عاجزين عن الوصول إلى مرمى حارس جمعية وهران مثل هذه الفرصة التي ضيعها اللاعب نمديل. وفي الدقيقة 80 الحارس زيدي ينقذ مرماه من هدف محقق ليتوقف بعدها اللقاء لمدة 8 دقائق على خلفية رمي مقذوفات على أرضية الميدان ثم استئناف اللعب دون تغيير في النتيجة التي انتهت وفي روح رياضية عالية لصالح جمعية وهران أمام سري غيليزان. وكان لقاء صعب مي اللاعبين كانت عندهم روح قتاليه كانت عندهم رغبه في الفوز سيتو خاصه في الميدان في بوعقل لان كاع اللقاءات اللي قلنا لهم غادي تجي في ملعب بوعقل هو نهائي في جا النهائي اللي فايز نظن كانت الروح الرياضيه فريق كان في المستوى طبق تعليمات سجلنا هدف اول في وقت مبكر وهذا الهدف اثر على الفريق الخصم وين حنا طرحنا الثقه بيناتنا